رأيك في شخص يجعل أكثر من فتاة تتعلق به؟ عشان يمكن يكون للاختيار بينهم. طبعا الشخص ده لازم يتوب، لأن دي عدم أمانة. إذا كان يقصد يخلي البنات تتعلق به، الحقيقة ده سلوك غير مسيحي، غير لائق بالمرء. إنما أحيانا ما يكونش يقصد، إنما تكون طريقته فيها حتة زيادة ملهاش لازمة. برضو بعض الشباب ما بيعرفش الحدود، فتلاقيه يتبسط مع البنات زيادة، يقوموا يتعلقوا بيه. هنا الغلط على البنات زي ما هو الغلط عليه. البنت تبقى واعية وعارفة حدودها، وما تسيبش نفسها تتعلق بحد طالما ما تكلمش جد ولا رسمي. والولاد يختشوا، ما يعني ياخدوش راحتهم في الكلام شوي. ازاي اعرف مشيئة ربنا في موضوع ارتباط؟ لاني قلقان جدا. ربنا عاوزك تتجوز جوازة حلوة. مشيئة ربنا انك تاخد واحدة تقية تعينك على ابديتك، لان قال المرأة المتقية من الرب. يعني الجمال باطل والحسن غاش، والمرأة المتقية تمدح. اطلب من ربنا واختار البنت اللي تقربك من ربنا قبل اي حاجة. ارجع للأب اعترافك لو محتار. أنا عصبي وبعامل أهلي وحش عشان هما بيعاملوني وحش. طبعا غلط. ما هو لا يغلبنك الشر بالشر. يعني هما يعاملوك وحش، هما غلطانين، نرد الغلط بغلط. طبعا يعني المفروض أنت تقرب من ربنا، ويمكن من خلالك هما كمان يقربوا من ربنا ويهدوا شوية. إنما ابتدي بنفسك، ما تطالبش اللي حواليك يتصلحوا، طالب نفسك. ابدأ بنفسك دايما. عشان تصلح اللي حواليك صلح نفسك، دي قاعدة. عشان تصلح اللي حواليك صلح نفسك. لسه بسمع كتير لكن لا أشعر باشتياقات الله إلينا. ما بصوا يا جماعة، يمكن مش حاسين بس على الأقل مقتنعين. يعني خلينا ما ناخدش كل حاجة بالمشاعر، خلينا ناخدها بالعقيدة، بالإيمان. يعني إيه؟ ثق إن ربنا فعلا بيحبك، وثق إن ربنا مشتاق لك، وثق إن ربنا عاوزك تكلمه. يعني الموضوعات اللي بنتكلم فيها هي فيها جانب شعوري عالي، لكن كمان فيها جانب ذهني. يعني ايه؟ لما الفكرة تدخل بالك تبقى كل مرة داخل تصلي حاسس ربنا مستنيك تكلم. الشعور ده يحفزك على الصلاة. لما تفضي نفسك تقعد مع ربنا حاسس انك بتعمل حاجة بتفرح ربنا. بلاش كلمة حاسس، مقتنع انك بتعمل حاجة تفرح ربنا، لان هو مستني القعدة دي. لما بتخدم الناس وتحبهم تعمل عمل رحمة، ما انت عرفت قد ايه ربنا مشتاق لحاجة زي كده. ما تاخدش الموضوع على قولة حاسس، خليك مقتنع، وعلى هذه القناعة اتحرك. لأنه في ناس بتقيس الدنيا بالمشاعر بزيادة، لكن الأفضل إن الواحد يبقى القلب ماشي مع العقل. يعني مقتنع وكمان منفعل، مش منفعل بس ولا مقتنع بس، مقتنع ومنفعل، يقوم يعمل اللازم. الخطايا التي تستمر سنوات طويلة لابد أن تترك جروح في نفوس كثيرة، ليس فقط في نفس الخاطئ. هل هذا هو الثمن الذي يدفعه الإنسان مقابل خطيئته بالرغم من مغفرة الله له أحيانا؟ يعني إيه؟ افرض أب كان متعب جدا في حياته وربى أولاده تربية غلط، أو أهمل جدا في تربيته، ظلمهم يعني، وبعدين تاب، ربنا افتقده، وعلى يعني كبر رجع لربنا وندم على كل اللي عمله. ممكن يفضل شايف نتائج تربيته الغلط قصاد عينه وقلبه وجعه شوية. يعني ايه؟ مضاعفات اخطائه قد لا ترتفع. ممكن يبقى شايف ان ولاده لسه بعاد عن ربنا ويبقى حاسس ان هو السبب، او ان ابنه مثلا دخل في سكة غلط وهو مش قادر يعني يعفي نفسه من المسؤولية. بس ده بيبقى ايه؟ نوع من التأديب اللي يكمل توبته.
يعني طول ما هو بيصرخ لربنا: يا رب صلح أخطائي، ربنا على الأقل ما يسيبش ولاده يهلكوا، يعني تبقى بس تأديب على قد اليومين بتوع الدنيا بس، ممكن يتوجع وممكن يفضل متألم لكن ما يسيبش ولاده يهلكوا، طالما بيصرخ لربنا وحاسس بذنب. فطبعا في سكارز تحصل، وكاتب سكارز يعني في علامات جراح تفضل مزمنة، ممكن طبعا ممكن تبقى في جروح مزمنة، المهم في الآخر نروح السماء. فحتى لو تعبت في الدنيا شوية ربنا بس يمد إيده ونوصل في الآخر. هل العذراء في الفردوس ولا في الملكوت؟ لا، كله في الفردوس، أرواح الأبرار كلها في الفردوس. الملكوت هيتفتح يوم المجيء التاني. بنتي بترفض كل اللي بيتقدموا لها، ويوجد أناس لم تراهم فترفضهم، ماذا أفعل؟ هل أسكت أم ماذا أفعل؟ لا، برضه أنا نصيحتي للبنات ما يرفضوش أي عريس من غير ما يشوفوه، إلا لو سألوا عليه وسمعوا كلام من أكتر من مصدر يخوف من الباب كده، ممكن يقولوا لا. لكن أحيانا البنات تستعجل في الرفض أو تبالغ في تقدير أي عيب في الشخص اللي قصاد. احنا مش بنقول لازم يقبلوا أي حد، لا طبعا، إنما في نفس الوقت بلاش كمان الوسوسة الزيادة اللي تخلي يعني مجرد قالوا مش عارف ايه انه مشغول زيادة أوي تقوم ترفض. طب ما هو كل الرجالة مشغولة في الزمن ده، فبالراحة شوية في الرفض. أفضل دايما البنت تشوف، وبعد كده بعد قعدتين تلاتة لقت عيوب ميجر خلاص ترفض. لكن لو سألت وتأكدت إن في عيب كبير من البداية، عيب كبير كبير، خلاص مفيش داعي تشوف. وأرجو إن البنات يحترموا رغبات أهليهم، وأرجو إن الأهالي ما يضغطوش على بناتهم. أرجو إن البنات يحترموا مشاعر ورغبات الكبار، وأرجو من الكبار ما يدوسوش على بناتهم وأولادهم ويزقوهم زيادة، لأن في خطأ من الناحيتين عادة. لما بلاقي ابني بيغلط وأشعر إنه غير نادم على التصرف وممكن يكرر الخطأ، هل أقبل اعتذاره؟ هي كاتبة 18 سنة، والحقيقة 18 سنة لازم تقبلي اعتذاره غصب عنك، لأنه ما عندناش بديل. بمعنى إيه؟ 18 سنة طبعا ده راجل، وعاوز أقول كونه قال أنا آسف كويس. هي بتقول أنا حاسة إنه قال آسف ورجع يغلط تاني، خلي في بالك إنه إحنا كمان بنقول لربنا آسف وبنغلط تاني، فبالراحة شوي، كويس إنه اعتذر. إنما لو في صداقة وفي حب وفي تفاهم ممكن تعاتبيه بالراحة، تقولي له: حبيبي مثلا أنت قلت سوري، يعني الموضوع غلط، طب ما تحاول ما تعملوش تاني. لكن العنف يا جماعة مع السن ده بيخسركوا ولادكوا خالص. الشدة مع 18 سنة ده معناه كأنك بتقول لابنك اطلق يعني الولاد بقوا يفكروا يسيبوا البيوت، دي ظاهرة جديدة في مصر ما كناش بنسمع بيها قبل كده، بقت موضة جديدة زي أمريكا من كتر ضغط الأهالي، هما بينسوا إن ولادهم كبروا. طب ما النهاردة الشاب ممكن يطفش وبعد كده نفضل نحايله عشان يرجع، طب ليه نوصلهم لكده؟ ده المثل البلدي بيقول: إن كبر ابنك خويه. ساعات الكبار ما بيتخيلوش إن ولادهم كبروا فيفضلوا برضو ينهاروا ويشدوا ويزعقوا ويشخطوا، طب ما ده بقى طولك يعني، وبعدين افضل فاكر ان انت كمان بتغلط. يعني التفاهم والاحترام افضل وسيلة في التربية، وما تستعجلوش على تغيير ولادكم، يعني احنا بنتغير كلنا بالراحة، اشمعنى ولادنا اللي عاوزين نغيرهم بسرعة؟